اللي اختارهم لمعسكر شهر 3 في هياخدهم معاه نيروبي، دول 28 لعيب هياخدوا الماتش يوم الخميس اللي جاي. طبعا هو واخد معاه كل اللعيبه ديت عشان خاطر اي اصابات ممكن تحصل ربنا يسلم عليهم جميعا، وفي نفس الوقت نتمنى ان ما حدش فيهم يصاب بكورونا، لان النهارده كنت شايف صوره الحقيقه يعني كانت غريبه قوي الناس بتتداولها، صوره للعيبه المنتخب ومعاهم محمد صلاح. محمد صلاح اللي اصيب قبل كده بكورونا هو الوحيد اللي لابس ماسك، وكلهم قاعدين من غير الماسكات. وحد كتب قال لك يعني اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي، لكن مش عارف يعني المفروض ان تبقى لعيبتنا كلها اكثر حرصا. خليني ارحب باستاذنا الكبير الاستاذ فتحي سند، اللي يعني كلمه ناقد رياضي دي بقت صغيره قوي عليه، مش كده ولا يا استاذ فتحي؟ احنا بنتعلم منك اصول. العفو يا فندم. لا يا فندم العفو، لا حضرتك كبير وكبير قوي. كل مره تقول لي كده واقول لك كده وهنشتغل. حضرتك شايف المواجهات بتاعت المنتخب اللي جايه دي يعني شايفها نزهه رياضيه ولا ايه في المرحله دي؟ شايفها نزهه رياضيه حضرتك. نزهه رياضيه. المجموعه يعني مجموعه سهله جدا، مجموعه يعني التاهل منها دي انا بعتبرها يعني عشان بس الجهاز الفني يكبر مواضيع ولا يعني بعض المتابعين او المسؤولين في اتحاد الكوره يوهمونا يعني ان المساله فيها، هو كان في عيوب في الاول طبعا وتقصير وسوء اختيار وسوء تعامل مع مباراتي كينيا وجزر القمر الاولانيين اللي انتهوا بالتعادل، الواحده في القاهره مع كينيا والثانيه بجزر القمر بره. لكن ده مش معناته ان يعني كان في نوع من التخاذل ادى الى هذا هذين التعادلين. لكن مباراه كينيا اللي في كينيا يعني الكره الكينيه بتتراجع بشكل كبير، والجزر القمر لما تعدت معانا في ملعبهم يعني الدوله احتفلت ورئيس الدوله استقبل اللعيبه على مجرد التعادل في ملعبهم مع منتخب مصر. فهي زي ما سيادتك بتقول يعني هي نزهه، مباريات تجريبيه جيده يعني او مش جيده قوي، نص نص. ممكن جدا ان احنا نقرا منها بعض يعني الامور داخل خريطه الكره الافريقيه. لكن الفوز في كينيا يعني ده المنطقي، فيما عدا ذلك ما يعني طبعا التقصير مستمر والتخاذل قائم وعدم. طب انت حضرتك شايف حاجه اختلفت يعني تخلي ان التقصير لا يستمر؟ لا انا مش شايف حاجه، انا شايف انه ممكن يعني التعادلين دول ممكن يكونوا هم الدافع للي فات يعني. وبعدين جهاز فني بقاله 7-8 اشهر ما نزلش ملعب يعني ما يعني جهاز فني ما مش موجود يعني في الشارع الكروي خالص، وبالتالي المفروض انه يكون بيذاكر كويس قوي، ذاكر الفريق الكيني كويس، احسن اختيار المجموعه، يعد اللاعبين كويس، مسافرين الحمد لله وصلوا كويس. مش شايف حاجه، لكن هو انا شايف انه يعني اللي فات كان استطلاع، النهارده المشاه لازم تخش بقى عشان تكمل وتنجح في ان هي تعبر المحطتين دول. سلاح الفرسان. سلاح الفرسان، لكن انا ما فيش حاجه زي ما سيادتك بتقول، انا مقتنع 100% بكده، لكن لا في مجموعه لعيبه دلوقتي افضل. يعني الدوري رغم ان هو يعني دوري متذبذب المستوى، لكن هو افرز مجموعه لعيبه كويسه، معانا محمد صلاح ما كانش معانا قبل كده. المنتخب يكاد يكون قائم، مش هتكلف في اختيار القائمه بتاعت الكابتن حسام، هو حر فيها، لكن برضه ارجع واقول لحضرتك انه اي اختيارات كانت هتحقق الهدف. احنا ممكن نتكلم في اختيارات الصح او الغلط في المرحله الجايه، مرحله النهائيات التي لا تحتمل اي مجامله في اختيار لعيب او ان هي تبقى فيها حسابات خاصه، ده بيريحني، او ان دوت لو خدته هيعمل لي مشكله، ماشي كل ده يمشي في التصفيات الضعيفه دي. لكن احنا المنتخب مين ناقص يا فتحي بيه في التشكيله ال 28 دول؟ اهم اسم او اسمين شايفوا ان هم كانوا لازم يكونوا موجودين. انا هقول لحضرتك على حاجه، انا عمري في حياتي ما تدخلت في اختيارات مدرب للعيبة، لكن انا بشوف الشارع بيتكلم فيه، في لعيبه يعني ممكن تكون
يعني حالتها النهارده مش ولا بد. لكن في لعيبه القايمه سافر بكل القايمه، سافر بقايمه كبيره جدا حتى اللي خارج ال 23. لكن انا مش من عوايد اتكلم، لكن انا ليا ملاحظات بحتفظ بيها لنفسي على بعض الاسماء اللي ممكن تكون انضمت للمنتخب، وده سؤال تقليدي بيطرح مين في الشارع، حتى مين كويس وما اختارش مين، والاهواء بتتدخل، الزمالكاوي يقول لك فلان وفلان، والاهلاوي يقول لك فلان وفلان، واللي مش عاجبه المدير الفني يقول لك ده اختياراته كذا كذا. عشان كده مساله ان انت تتكلم في اختيارات المدير الفني المرحله دي مش هتفرق. المرحله دي مش هتفرق، لكن اللي جاي بقى الصعب، الموعد الصعب لازم يبقى الاختيارات سليمه 100%، لانه انا مش شايف يعني مفيش ادنى صعوبه في ان فريق منتخب مصر يتاهل للادوار النهائيه ان شاء الله. طبعا الاهلاويه زعلانين ان كابتن حسام ما خدش بدر بنون، فمعلش بقى هو ما خدش بدر بنون ولا خد ساسي. طيب عندي بقى سؤال اخير كده، يعني بصفتك يعني الزملكاوي العتيد، شايف ايه فرص الزمالك في البطوله الافريقيه؟ الزمالك قبل ماتش الترجي في القاهره كان كل الامور في يد الزمالك كلها، اما وان فقد الزمالك يعني قراره وتركه للترجي، فاحنا ممكن نسال الترجي، يعني احنا ممكن نسال الترجي الموقف، لكن الزمالك لازم يكسب الجزائر واخد بالك، وينتظر نتيجه الترجي مع مولوديه الجزائر. لكن انت كده ايه، قرارك بقى مش في ايدك، مش في ايدك، عشان كده ما تقدرش تتكلم او تجزم بموقف وتبدا تطلع نغمه ان المفروض ان الترجي يلعب بشكل فير بلاي يعني. لكن هو الترجي والمولودية ممكن يقوم التعادل في المباراه النهائيه، او لو الترجي فاز الزمالك ممكن يتاهل، لو غلب شوف حزب البيرما بقى يعني لازم تغلب طبعا، يعني حزب البيرما كبير في الجزائر. وعلى فكره يعني الزمالك ما قدرش يكسب الترجي هنا، وفي ماتش مع الفريق السنغالي ما كسبوش هنا، يمكن الحاله الوقت فيها حاله فنيه فيها استقرار شويه. لكن الفوز هيبقى متاخر قوي على مولوديه الجزائر اذا لم يفز الترجي على المولوديه. ان شاء الله الزمالك يحقق نتيجه، وان شاء الله الترجي يلعب لصالح الزمالك، والمولوديه تلعب لصالح الزمالك، ونشوف الزمالك والاهلي موجودين في الادوار التاليه في البطوله الافريقيه، ونشوف منتخبنا وهو بيصعد صعود مريح في التصفيات القادمه. بشكرك شكرا جزيلا استاذنا الكبير الاستاذ فتحي سند. يعني كلها امنيات وكلها يعني دعوات الناس ان الامور تمشي على ما يرام. اتمنى ان لعيبه المنتخب ما يخذلوناش في المحطتين اللي جايين، اللي هم يعني محطتين بساط جدا، كانوا محطتين ابسط من كده في المره اللي فاتت، لكن ما مرناش منهم بالشكل اللي احنا عايزينه. واتمنى ان ده يحصل، نتمنى ان الاهلي يواصل اداؤه القوي اللي عمله مع فيتا كلوب في لما لعب هناك وكسب 3-0. نتمنى ان الزمالك يخرج من دوامه الخسائر والتعادلات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، ويقدر ان هو يتأهل. الفرقتين فرقتين كبار، والمنتخب ايضا او اساسا منتخب مصر هو منتخب كبير بيحمل اسم مصر. بشكركم، واسمحوا لي ان انا اكون معاكم بكرة ان شاء الله.